كان واضح جدا زي ما حضرتك يمكن قلت بانه فريق النادي الاهلي كان وحده واحده دفاعا وهجوما، يعني مظبوط. تقريبا مجمل كلام حضرتك بيقول كده. لكن هل الطريقه الهجوميه دي موسيماني يقدر ينفذها في المرحله اللي جايه باستمرار مع العناصر دي، والعناصر دي قادره على ان هي تنفذها باستمرار، ولا ممكن فجاه انه يعني الدنيا تقع شويه تقل شويه؟ طبيعي في الكرة انه في لحظات ارتفاع ولحظات هبوط بطبيعة الحال، والحياة طبيعة كمان، كلها يعني حتة. صحيح الاساس انه المفروض يبقى في استقرار فني، وبيجيلك بعض الحالات او بعض المباريات او بعض فترات من اللقاء المستوى ممكن يقل. مفيش شك انه الشكل التمرير السهل قوي اللي احنا كنا بنلعبه والتحرك السهل وكده، برضو في جزء من عندنا من فرقة النادي الأهلي وأدائها، وكان في جزء برضو من فرقة الوداد، لأنه فرقة الوداد برضو كانت مفككة كفرقة، ما بتلعبش واحدة واحدة، تحس إنه المدافعين بعد التوقف اللي دام اتفضل. بسبب كورونا. أنا قلت في توقف، أنا قلت لا توقف. بعد توقف كورونا واضح جدا كورونا. طبعا، والعودة مرة ما فيش شك إن الجمهور هناك أثر عليهم عدم وجود جماهير، لأنه الجماهير حتى في مصر، بس أنا بقول يعني الجماهير في المغرب وتونس والجزائر، يعني وجودها وحتى معنا احنا برضو وجودها بيدي حماس وإصرار غير طبيعي من اللعيبة، دي برضو ساعدت في جزئية هناك. وطبعا هنا كنا كسبنا خلاص 2-0 هناك وجينا. الحاجة التانية الفرقة برضو بتاعت الوداد خطوطها كانت مفككة متباعدة، زي ما تقولي من رجعوا من كورونا متأخر، هتحس ان هم مش مترابطين كفرقه، مش قادرين كمان كانوا يعملوا الضغط ده. الضغط ده يعني هو عن موضوع الضغط، ان النادي الاهلي كان فيه ميزه ان هو بينقل كويس قوي، لكن كمان ما احنا بنقول دوت علشان كمان ما الناس ما تفتكرش ان الصوره دي ممكن تتغير في النهائي بشكل او باخر، ان في جزء من المباراه ما تقدرش تعمل هذا الاستحواذ، في جزء من المباراه ما تقدرش تعمل هذا الضغط. مظبوط. فبرضه عشان الناس ما تتخضش تقول لك لا ده الاهلي قل او ما قلش، لكن احنا النادي الاهلي كان على مستوى المسؤوليه، لكن كمان كان في عوامل ساعدت ان المباراه تروح للليفل ده بمعنى اصح. يعني مظبوط كده، يعني سؤالك وكلام هاني مكمل يعني كلامنا احنا الثلاثه مع بعض، انه هيجي اوقات المنافس هيبقى اشرس، المنافس أكثر هيبقى حدة. اكثر طبعًا. حده طبعًا. المنافس عنده لعيبه افضل، مش افضل مننا، افضل من الوداد، او في حاله كانت افضل من الوداد، او في حاله افضل من الوداد، فهيحصل ان وقت ممكن هو اللي يبقى مستحوذ، وقت هو اللي ضاغط عليك. أيوه. وقت انت اللي مستحوذ وانت اللي ضاغط، طبيعه الحال، لان انت تيجي داخله على نهائي مش ما بتلعبيش زي ما انت عندك دوافع واصرار عند اللعيبه، اكيد عند الطرف الاخر نفس هذه الدوافع. فالجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها دي مهمه، لان ممكن جدا في مباريات اخرى الاستحواذ مش هيفضل 90% او 80% للنادي الاهلي طوال اللقاء، لكن الحاله الفنيه اللي كان عليها لعيبه النادي الاهلي ومستر موسيماني والاداء اللي اداه اللعيبه كلها، يعني مش عايز انسى دور ياسر وهاني وكل الناس، يعني الناس اللي قدام، احنا اتكلمنا على الثلاثي اللي في وسط الملعب لكن بتكلم عليهم كلهم. وفي جزء طبعا ان فرقه الوداد كانت ما فيهاش الشراسة والتنظيم التكتيك الجيد، وكانوا يعني في حالة شوية أقل من الطبيعي بتاعهم يعني. أكيد.